أيها السيدات والسادة من شلالات النفر، نواصل وإياكم التغطية الإعلامية للسياحة في وصاب، للنقاهة في وصاب. ها هو محمد المحمدي في هذا المسبح العظيم، وهنا شفيق الأصحابي، وهنا نحن نجيب عبد الله سنان الآن نحو الشلال. اليوم يا وصاب اللهم لا حسد. اللهم لا حسد يا وصاب. هناك شلالات وهناك سياحة وهناك سباحة وهناك نقاهة، هناك أدعال، هناك غابات، هناك أمازون وصاب، وهناك كمان يوجد في هذه الغابة جميع أنواع الحيوانات المفترسة والأليفة. نعم الحيوانات الأليفة المفترسة. سلام من الله عليكم، طبتم وطاب صباحكم. مع تحية المخرج عادل العديد، برنامج موسمي.